دعا سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزراء التربية والتعليم العرب للمشاركة في الاحتفال بمئوية التعليم النظامي في مملكة البحرين الذي انطلق في العام 1919 من إنشاء مدرسة الهداية الخليفية. وأكد النعيمي في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة 24 للمؤتمر العام للمنظمات المنعقدة في الجمهورية التونسية الشقيقة أن مملكة البحرين أولت التعليم عناية خاصة منذ بدايات القرن الماضي وجندت له طاقات ممتازة بما حقق إنجازات تدعو إلى الاعتزاز على المستوى الكمي والنوعية. وأشار الوزير إلى ما قدمته جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال، حيث كرمت في دورتها الثامنة في السنة الماضية المشاريع التي تميزت في هذا المجال، إضافة إلى أن موضوعها هذا العام سيكون المشاريع التي تخدم الفئات الأقل حظا في مجال التعليم بما يعود بالخير على الطلبة. كما دعا الوزير المنظمة إلى الاستفادة من المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية ومقره البحرين، ويعمل تحت إشراف منظمة اليونسكو لإقامة الدورات وورش العمل والندوات التخصصية والعديد من البرامج الحيوية الأخرى الواردة في الاستراتيجية، ويقدم العشرات من الدورات التخصصية الهامة على الصعيد الإقليمي.